فرح محطتنا الحالية هي وجع كل الأمهات بالعطلة الانتصافية، وين بدي أحط ولادي؟ ما في روضة، عطلت المدارس، في وقت كثير كبير صحيح. وخاصة الأمهات العاملات اللي عم بيعانوا مشكلة كبيرة بهذا الموضوع، لكن دائما بتكون أساليب تعبية الوقت أو الاستفادة من هي العطلة بأشياء مفيدة عم تكون غلط. ممكن يكون يعني بعض الأهالي عم بيلجأوا للوسائل الإلكترونية مثل الموبايل، مثل الإنترنت، مثل اليوتيوب حتى يلهوا أولادهم ويعبوا لهم وقتهم. نحن اليوم بدنا نحكي بفقرتنا كيف فينا نستفيد من العطلة الانتصافية بأشياء مفيدة تفيد الطفل وما تأخره كثير عن الشيء اللي تعلمه بالروضة أو المدرسة. فاليوم رح نحكي أكيد مع هي القصص مع هبة موسى، أخصائية اجتماعية وتربوية. صباحك يا هبة. يسعد صباحكم. يسعد صباحك هبة مرة ثانية. صباحك عزيزتي. حأخذ من كلمة وجع، لفتني كلمة وجع اللي عم تقوليها، ليش لما نخليها متعب؟ متعة مشتركة بين الأم والأطفال. هي وجع بالنسبة للأم العاملة لأنه ما بتعرف وين بدها تحط أولادها، عرفتي؟ فهي دائما إنه هي في عطلة انتصافية كيف بدي بقى أتصرف؟ تماما. فالأم العاملة إلى وضع خاص، لهيك عندها هم وجع بتأمين أولادها. تماما وبقدر هذا الموضوع، نحن حنخفف عليها الوجع بحديثنا لأنه نحن حنقسم الموضوع لشرائح، شرائح الأطفال. هلا ممكن يكون الأطفال الست سنين وممكن يكونوا ال 12 سنة، الست سنين نوعا ما بيقدروا يعتمدوا على حالهم، بدهم يكون في حدا ثاني معهم. هون نقطة الوجع الرئيسية بهي المرحلة. بدنا ننتبه انه 6 و 12 الاطفال بشكل عام هن طاقات كامنة، الحين طالعين من فترة فحص، فترة صغيرة. هاي الفترة الصغيرة مثل إعادة، خليني أقول، إقلاع أو إعادة تشغيل. هاي الفترة الصغيرة حتى تساعدهم ليضلوا على وتيرة الدراسة الثانية، الفصل الثاني. وننتبه إنه في عندهم حتى ضغوطات، إنه التعقيم، الكمامة، بهذا القصص. بدنا ننتبه على هاي القصة. فنحن نستفيد من الطاقات الكامنة. كيف ممكن نستفيد من الطاقات الكامنة؟ الأهواء والميول. عندك الكبار اللي فوق ال 12 ممكن يستثمروا بهواياتهم بأنه يكونوا قادرين حتى يقعدوا بالبيت لحالهم. الست سنين ممكن يكون في معهم مثلا إخواتهم أو يكون معهم حدا كبير بهذا الموضوع. بس للأسف نحن من الأغلاط، مثل ما قلتي بالمقدمة، من الأغلاط الموجودة أنه نسكته بالموبايل، نسكته بالنت. هلا نحن حياتنا السريعه فارضه والحياه الالكترونيه فارضه وموجوده وما فينا ننكر هذا الموضوع، بس بدنا نقننه، بدنا نستثمره للطاقات الكامنه، حتى بدنا نستثمره بما يتناسب مع العلم اذا موجود. يعني بدل ما نعطي الولد، للاسف تكون الام او الكبار يكونوا مثلا 10 ساعات بالنهار، يكون له ساعة بالنهار. حتى ما أكون كتير مثالية بهذا الموضوع. والطاقات الكامنة يتحرك، لأنه نحن مثلا بالجوانب النفسية من الغلط أنه يضل مدقق. يعني في بحوث بتقلك إذا ضل مدقق حتى على التلفزيون لازم تقطع له الانتباه، انه انت مالك هون. ينتبه لانه ممكن الاطفال يندمجوا يفكروا حالهم بقلب التلفزيون. لو في فكرة هون هبة، يعني اليوم بهي الجائحة، جائحة كورونا، يمكن اللي فينا نقول انه العالم كتير خفت طلعاتها اليوم، وما عاد في هي المجالات اللي كنا نشوفها قبل. الام تاخد ابنها ممكن على الجنينة، تاخده يشوف رفقاته، تجتمع الام مع ام تانية والولد مع ولد تاني. هذا الشيء يمكن كتير خف، ما عاد عم نشوفه اليوم. والمرأة عاملة والاب عامل، ويلا يلحقوا لحتى يامنوا متطلبات الحياه. بدنا نلاقي شيء يسلي هذا الطفل بنفس الوقت ما يكون عبء على الام، بالعكس مثل ما قلتي يكون متعه بين الام وابنها. 100% حديثك بموضوع الجائحه، 100% حديثك. لهيك قلت استثمار الطاقات. الطاقه الموجوده هو يعني نحن شخص صغير قدامنا مضغوط بالفحص، مضغوط بالجائحه، واجته هالعشر ايام، عنده طاقات، عنده هوايات، نستثمرها بقلب البيت. ممكن يكون يساعد بالبيت، ممكن يكون مثلا إذا عنده طاقات حسابية يساعد بمصروف البيت، نقلناه لجوا. أما موضوع الجنينة، هلأ ممكن يكون موضوع الجنينة مقنن حسب وقت الأم العاملة، حسب الأب العامل. الجنينة مطلوبة إنه يشوف خضار أو يكون بجو مفتوح للصحة بهذا الموضوع، بس بدنا نستثمر موجودات البيت بما انه ما نحمل الاهل عبء مادي. اول شغله بانه نستثمر هالشيء الموجود. هلا ممكن الام تجي لعنا تقول لنا عنده كثير بيعيط بكثير، شلون بدي اتصرف بهذا الموضوع؟ بضل ضايج، يمكن بضل ضايج،
ممكن تحول هذا الموضوع. نحن عندنا آليات دفاعية بهذا الموضوع، نحول الآليات الدفاعية بدل الإلكترونيات، ما نفوته بإيدنا. لا سمح الله في عنا حالات إدمان إلكتروني. الإدمان الإلكتروني يعني بيصير هو بالنسبة له العالم الخارجي هو المضر، بيصير بالنسبة له موجود، فبدنا نوعى لهذا القصة. وغير هيك وهيك بإيدنا شغلات بسيطة نحاول. هلا ممكن في ناس شوي تستغرب هذا الموضوع، نرجع للماضي ليه نستسهل نقول الموبايل؟ نرجع لانه مثلا الست والجد كيف كانوا يتسلوا القديم؟ الشغلات البسيطة احيانا بتكون معبرة، بتكون بتحاكي فطرة الانسان، الانسانية تبعه، وبسهولة وتخفيف الاقتصادي. هلا نوعا ما من العبء كمان بيكون بالاضافة للجائحة هي الاقتصاد، فبدنا نحاول تخفيف الاقتصاد، نحاول انه ما يكون في حمل مادي، وننتبه انه يا عزيزتنا الام هي 10 ايام، هاي العشر ايام نحن بدنا نرجع على وتيره معينه. يعني حتى ما نطلعوا عن جو الدراسه او جو القراءه، انه انت بعد 10 ايام راجع على الفحص. بصير في فصل احيانا بصير في صعوبه لما بيدخل على الفصل الثاني، انه انا معطل كنت، حتى بصير باغلاط بالنوم. هلا في امهات كثير الحمد لله انه شوي واعيين، بضلوا محافظين على وقت النوم، على وقت الفائقه، على وقت هي مساعده. بس بهالعشر ايام لما بتصير في قطع بيرجعوا بيتعبوا، بيرجعوا بيتعبوا بالفصل الثاني. طب خلينا نحكي شوية، في كثير من الأمهات وخاصة مثل ما قلنا العاملات، لأنه أغلب الأمهات عاملات، ممكن يردوا يحطوا أولادهم بهالعشر أيام بشي نشاط، حتى في مدارس للعطلة يعني بتفتح المدارس كصفوف معينة للأمهات العاملات بيحطوا الأولاد بيلعبوا فيها نشاطات وقصص. أنت مع هاي القصة ولا ضدها؟ هلأ مع، لانه حتضل على وتيره الدراسه، حيضلوا على وتيره الدراسه من ناحيه، من ناحيه ثانيه حيكون في اقران، بس بدنا ننتبه من الشروط الصحيه. حيكون في اقران كتبادل خبرات، حيكون في اقران كالتنفيس الانفعالي، هي العياط اللي بيكون بضل ضايج بهذا الموضوع، ممكن باقرانه بخفف هذا الموضوع. حلوه، ممكن صفوف على مواد دراسية، ممكن تكون هوايات، أحيانا بيكون في كورسات مثل كورسات حساب ذهني أو كورسات صغيرة نمينا له موهبة. نحن خففنا أنه أنت طلعت من الدراسة بس بالوقت نفسه لساتك على خط الدراسة ونمينا لك موهبة. فممكن تكون، بس بما يتناسب برجع بقول على الجانب الاقتصادي نحاول تكون المتعة مشتركة. وحتى ممكن بعد العمل، هلا هي حتكون تعبانة الأم وحيكون في لها ضغوطات وهذا الموضوع، تلاقي لو ساعة معها تكون متعة إلها وللأطفال أنه ماما اشتركت معنا بهذه القصة، ماما اشتركت معنا بهذا النشاط، ماما اشتركت معنا بهذا الموضوع. وننتبه ما نكون مثاليين، مثل ما قلت لك هلا مثاليين اولادنا 100% الكترونيات ما حتزبط. هون انا كنت اسالك يبا اليوم يعني كل العالم بوسائل التواصل الاجتماعي مسيطره عليهم، كبار صغار واعمار مختلفه مثل ما نعم نشوف ادمان الكتروني للاسف. تمام، بدنا نكون شوي واقعيين نحن، ويمكن بدنا نشارك الولد ببعض الانشطه تكون جذابه اللي هي اكيد ما مثل مواقع التواصل الاجتماعي وما مثل عالم الانترنت. فكيف فينا نحقق هذا الشيء بانشطه بسيطه يقدر الولد يتواصل مع امه اكثر ويبعد شوي عن وسائل التواصل؟ الانشطه البسيطه ممكن تكون مثلا بوجبه الفطور يشارك هو بحط الفطور. هي تعتمد على العمر، تعتمد على شخصيه الطفل قد ايه متعاون بهذا الموضوع، وتعتمد على انه يكون في زاويه بهذا للام العامله. وجبه الفطور مثلا يساوي تخته، انه له واجبات داخل البيت، هو عضو فاعل من الاسره. الاطفال كل ما حسوا انه الحاجز للانجاز انه انجزوا، انه برافو عليك انت عملت هيك بالبيت، هي كلمه برافو عليك هي نقطه نشاطات مشتركه. يعني الام حفزته وهو عمل انجاز وانتمى للاسره. برافو عليك انت شاطر، انت بتقدر تعمل، شو رايك تعمل الشغله الثانيه؟ خلي يحزل البيت ونحن لا طولي بالك مو لهالدرجه، منكبر له المهمه شوي بما يتناسب مع عمره بهذا الموضوع. لما انجاز انجاز بيمشي الحال، بس ما بنوصل للتعزيل طولي. اكيد. طب خلينا نحكي عن النقاط اللي لازم كل حدا من الاهالي يبعد عنها اولاده، خاصه بهالعشر ايام مثل ما قلتي بصير في اختلال بالعادات.
هي النقاط الأساسية. أول شيء الموضوع الخاص بين الأم والأب ما يظهر، يعني بيكون الأب عامل الأم عاملة، بيصير في ضغوطات، بيصير للأسف في مشاكل. ننتبه إنه ما يوعى إنه ينتبه على مشاكل الأم والأب مشان ما تتزعزع الصورة النمطية كأم وكأب. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه ننتبه إنه ما نضل نقول له إنه تعبنا، نحاول نقول له إنه الحياة فيها سلبي فيها إيجابي، يعني ما نفوته بالحياة المثالية ونقول له إنه كل شيء مثالي وكل شيء بتقدر وكل شيء بهذا الموضوع، ونفوته إنه بالحياة إنه في سلبية وفي إيجابية. انتبه الشغلة الثانية، لا تلاقي يلا في للأسف أمهات معلش خليني أخده خليني أعطيه خليني أجيب له وكل شيء بيطلب هيك نحن نمينا شخص النعم هذا، يعني شو ما بيطلب بنقول له نعم بيتنفذ هذا الموضوع. للأسف لما بيكبر هذا شخص النعم كتير بمر بشغلات، ننتبه انه لا مو هلأ وقتها، مو دائما موجودة، لا موجودة بما يتناسب معه، وانه بما انك قطعت هلأ مثلا انه مثلا بده مثلا شوكولا او لعبة او شيء، بما انك انت قطعت هلأ ممكن تتكافأ لاحقا بنعم تانية. هدول الشغلات اللمسات التربوية الناعمة بهالعشرة ايام بكتير مهمة. وننتبه انه انت راجع الصف، انت مثل ما لك حقوق وواجبات ولك لازم تعمل، وانت عضو فاعل بالأسرة، انت عضو فاعل بالصف، وممكن تكون مكافأتك الكبيرة بالصيفية. فمرحليا فهموا انه الحياة هي مرحلية، الفصل الاول نقسم الفصل الاول ولات لان الصيفية والصيفية للحياة، انه نحن مراحل وانت حتوصل للصيفية للجائزة الكبيرة. خليني كتير حلو النقطتين حكيتي فيهم، اول شيء انه نحن تكون الخلافات بعيدة كليا عن الطفل، وثاني شيء انه نحن مو كل شيء بده اياه الطفل نعطيه وكل شيء اوكي ونعم وحاضر، فهون يمكن بيصطدم بالمجتمع لبعدين لانه راح يشوف لقات كتير هو ما له متعود عليها للاسف. بالختام بدنا اياك توجهي يمكن بعض النصائح السريعة لكل الامهات، ومعلش خلينا نكون مستمتعين مع اولادنا ما يكونوا عبء علينا. تماما. بعد هلا ما بدي اقول بعض النصائح قد ما بدي اقول خلينا نقول مستمتعين. لساتني مصره على موضوع المتعه، متعه الام انه اطفالها عم يكبروا، انه اطفالها قطعوا مثلا سنه دراسيه او هذا الموضوع، متعه لذيذه بالنسبه لها هي كحاجه للانجاز. هي شغله. الشغله الثانيه الضغوطات موجوده، الحياه مستمره، ننتبه انه نحن عم ننشئ الجيل الجديد لبلدنا، الجيل الجديد للمستقبل بهذا الموضوع. ما ننقل لهم الشغلات اللي بتخليهم تحبيط، نحاول نكون انه كل ما كان في يوم جديد لو الامور البسيطة ما نفكر بالاشياء، الامور البسيطة هي اللي بتستثمر معهم، وهي اللي بتقول لهم انه انتم بيوم جديد، انه اطفالكم موجودين، انه هي المتعة، وانتو جيل المستقبل. مجرد ما زرعنا فكرة للأمهات انه جيل المستقبل انتو عم تبنوه، الجيل اللي حيخلي البلد زاهرة او هذا الموضوع، فممكن الأم تصير ايه انا ابني احسن، انا ابني بدي اياه يعمل هيك، انا ابني بدي اياه يعمل هيك. يعني التحفيز بالمختصر، التحفيز للأم وللولد للجهتين. نحن نوعا ما بدي اقول اسرة كتير مثالية، اسرة متوازنة، اسرة مستقرة، وما ننسى دور الاب والاقران بهذا الموضوع. اكيد يعني بنتمنى عطلة انتصافية سعيدة للامهات وللولاد، وان شاء الله تمر على هيك رواق وخير، لانه بتعرفي في عنا كورونا وفي عنا طقس بارد، فحلوة هي العطلة اجت بوقتها. اي لازم هيك على هدوء. شكرا لك. كلكم ذوق.